ينضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، يعني دعنا نبدأ من هذا التصريح من قبل الولايات المملكة المتحدة بريطانيا بسحب بعض موظفيها من السفارة بشكل مؤقت. هل هذا الإجراء ينذر بمزيد من التصعيد؟ وهذا ما حدث ويذكرنا بما حدث في الأزمة الأوكرانية الروسية، سحب الموظفين من السفارات. نعم، تحياتي لكم في البداية. في الحقيقة أن هذا الإجراء أقدمت عليه السفارة البريطانية بالفعل في ظل التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، وخصوصا أن التصعيد خلال الأيام الثلاث الماضية اتخذ منحنى جديدا، حيث كان هناك استهداف من قبل القصف الإسرائيلي لمدنيين. بالأمس قتلت سيدة أو استشهدت سيدة وثلاثة أطفال في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية على طريق بالحدود اللبنانية الجنوبية. وصباح أمس أيضا استهدف القصف الإسرائيلي سيارة إسعاف في القطاع الغربي من الجنوبية اللبنانية، فبالتالي استهداف المدنيين تصاعدت وتيرته خلال الأيام الماضية. أيضا المقاومة الإسلامية استخدمت أسلحة جديدة تدخل لأول مرة في التوتر القائم على الحدود الجنوبية اللبنانية، كما استهدفت مسيرات لاستهداف مناطق عسكرية في القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية، وأيضا عدد من الصواريخ التي دمرت عدد من الدبابات وناقلات الجند وكاميرات المراقبة وأجهزة التجسس وأمور أخرى على طول الحدود اللبنانية. فبالتالي التصعيد مستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، وفي ضوء هذا هناك عدد من البعثات الدبلوماسية التي اتخذت في البداية إجراءات احترازية، ثم تطورت هذه الأمر إلى تحذير لكافة رعاياها في لبنان بضرورة المغادرة فورا، لدرجة أن السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت قبل عدة أيام عن استعداد الإدارة الأمريكية لتقسيط رحلات الطيران إلى أمريكا. ولكن الإسراع في رحلات أو في حجز رحلات في ظل وجود رحلات الطيران التجارية، وهو ما يعني استمرار عمل الشركات في تسيير رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى باقي دول العالم. فاليوم السفارة البريطانية أيضا أكدت أنها ستقوم بإخلاء عدد من الموظفين غير الضروريين في السفارة البريطانية في بيروت، وذلك أسوأ أيضا بما تم خلال في عدد من السفارات، كما أيضا وجهت تحذير لرعاياها بضرورة المغادرة فورا في ظل وجود الرحلات التجارية. نعم أحمد، يعني صراع الجنوب اللبناني هو طويل ما بينها وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 85 من القرن الماضي وحتى عام 2000، و15 عاما من الصراع بجنوب لبنان. هل من مؤشرات على الأرض لديك بأن ربما في الأيام القادمة الأحداث تذكرنا بهذه السنوات؟ بالتأكيد الأحداث ربما تعيد إلى الأذهان مشاهد عام 2000 ومشاهد أيضا الحرب في حرب تموز عام 2006 وعدد من المشاهد الأخرى التي لم ينعم فيها الاستقرار أو التي لم ينعم فيها الجنوب اللبناني بالاستقرار خلال هذه الفترات. الأزمة في الجنوب اللبناني أنها ربما دخلت مرحلة اللا عودة، أصبحت العودة من الاشتباكات والقصف على الحدود الجنوبية اللبنانية من الصعب التراجع عنه، وخصوصا بعد سقوط أكثر من 60 ضحية في صفوف المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني، وأيضا قرابة 10 من المدنيين من بينهم مصور صحفي عصام عبد الله الذي تم استهدافه في تجمع للصحفيين، وبالأمس استهداف أسرة مدنية وسقوط 4 شهداء دفعة واحدة في استهداف لسيارة تحديدا مدنية، أيضا استهداف عدد من منازل المواطنين، إحراق المزارع وتضييع على المواطنين موسم حصاد الزيتون وموسم حصاد عدد من الحصلات التجارية أو الحصلات الزراعية الأخرى. فبالتالي هناك استهداف كثيف جدا للمدنيين، وهنا مرحلة اللاعودة. أيضا هناك أكثر من 40,000 شخص تم تهجيرهم من المناطق في الحدود الجنوبية وخرجوا من الجنوب إلى مراكز للإيواء في مدينة صور وفي صيدا وفي عدد من المناطق الأخرى في النبطية وغيرها من المناطق. فبالتالي التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية ينذر بأن القادم ربما يكون أصعب على المواطنين وعلى الدولة اللبنانية بشكل عام التي تأثرت جراء التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية. الدولة اللبنانية بالفعل بدأت في إعداد وتنفيذ خطة طوارئ تحسبا لتصاعد أو توسيع دائرة العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية بما في ذلك المرافق وبما في ذلك الإيواء والرعاية الصحية وعدد من الأمور الأخرى.
بالتالي القادم ربما يكون أصعب في وجهة نظر كثير من اللبنانيين، وخصوصا بعد حادث الأمس واستهداف المدنيين في سيارة مدنية. نعم، لكن أحمد، هذه الخطط تحسبا لمزيد من تفاقم الوضع في لبنان، لكن هل الداخل اللبناني يرى بأن إسرائيل على استعداد لتوسعة دائرة العنف واتساع الصراع وفتح جبهة جديدة في لبنان؟ التصريحات الرسمية الإسرائيلية تقول أنها لا تريد حربا مع لبنان، وكذلك لبنان أيضا لا يريد حربا مع إسرائيل بكافة مستوياته السياسية والشعبية والحكومية، حتى أيضا على مستوى المقاومة الإسلامية الموجودة في لبنان، فهي لا تريد أيضا الحرب مع إسرائيل. ولكن الاستهداف المدنيين وتوسيع نطاق الاستهداف في الجنوب اللبناني ربما يكون فتيل أو يشعل فتيل الحرب في هذه الجبهة الجنوبية، وخصوصا مع استمرار التصعيد المستمر في قطاع غزة، والذي يثير إحباط لدى قطاع كبير جدا من اللبنانيين الذين كانوا يترقبون إعلان هدنة إنسانية خلال الفترة الماضية. أيضا ربما كانت السفارات الأجنبية وتحديدا السفارة البريطانية كانت أيضا هدفا لعدد من التحركات على مدار الأسابيع الماضية من قبل اللبنانيين الرافضين للدعم البريطاني للحرب في غزة. فبالتالي كل هذه الأمور ربما تعيد وتثير القلق لدى كثير من المواطنين بإمكانية فتح حرب أو فتح جبهة جنوبية على الحدود مع لبنان. هذه الحرب أو هذه الجبهة لا ترغب إسرائيل في خوضها، ولا يرغب الجانب اللبناني أيضا في خوضها، وخصوصا في ظل الظروف التي يعانيها لبنان سواء على المستوى السياسي والفراغ الرئاسي الذي دخل عامه الثاني، أو على مستوى أيضا الحكومة، أو على مستوى الأزمة الاقتصادية والمالية، أو على مستوى الأزمات الاجتماعية المتلاحقة التي تؤثر بشكل كبير جدا على الأوضاع في الدولة اللبنانية، سواء في القطاع الصحي، سواء في القطاع الأمن الغذائي، أو في كافة القطاعات الأخرى في الدولة اللبنانية. فلبنان لا يريد الحرب، إسرائيل لا تريد الحرب، ولكنها قد تفرض على الجانبين بسبب التصعيد المستمر واستهداف المدنيين في الجنوب اللبناني. شكرك، شكر جزيلا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، شكرا جزيلا لك.